مجموعة مدارس المسيرة الخضراء بمديرية تيزنيت. تجرمة تنملانت المسيرة الخضراء تمهلة تيزنيت. تنظم أسبوعاً تربوياً حول السلامة الطرقية تحت شعار من أجل الحياة. سلملا إيمالاس أسجمال نفروج تبردانت داون سنت أفادت الدرب. بتنسيق مع المديرية وجمعية المجتمع المدني من 15 إلى 20 من فبراير 2021. سوز دايد تمهلا دتمسمونين نؤمون أغرمان سقس موز دمراو آر سيمراو براير سيفن تيمراو ديان. ورشات تربوية تساورين تسقمانين معامل تربوية يسوون إسقمان أناشيد إزلام ورشات تطبيقية تساورين تسكيرين زيارة للمركز التفاعلي للسلامة الطرقية بتيزنيت إيوان باس أسدوان نفروج تبردانت تيزنيت.